أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نذهب إلى بلاد المغرب العربية الكبير، تحديدا إلى الجزائر، بلد عبد القادر الجزائري الذي قال يوما: إذا صدحت بالحق فأنت ميت، وإن لم تصدح بالحق فأنت ميت، إذا نصدح بالحق ومت فيما بعد. معنا عبر سكايب من الجزائر الشاعر الجزائري نصر الدين أبو عدي. مساء الخير أستاذ ناصر، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا أستاذي مصطفى، كيف حالك؟ أهلا بك أستاذ ناصر. في البداية بطاقة تعريفية قصيرة لأحبابنا المتابعين بشكل عام في المشرق العربي والعراق وعموم من يتابعون الرافدين ومن يحبونك أيضا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ والكاتب نصر الدين البشير بوعدي، بالضبط من محافظة عين الملح التابعة لولاية مسيلة، بالضبط وسط الجزائر، و تفضل. بكالوريوس في الآداب والعلوم الإسلامية، حاليا أشتغل أستاذ اللغة العربية وأدابها بالتعليم الثانوي الثانوية نعم. العامة. جميل، جميل جدا. حينما نتطرق إلى القضايا العادلة وإلى ما يجتمع عليه أبناء الأمة الواحدة، فإن هناك جراحات متعددة ومختلفة على طول الخريطة العربية الواحدة، ولكن جرح القدس يوحد العرب جميعا، هل تتفق مع من يقولون بذلك؟ والله أخي العزيز مصطفى، لما نقول القدس أو نقول فلسطين أو كما نقول نحن الجزائريين التي نعتبرها القضية الأم والوادي الطم والمعدن الأهم لنا كجزائريين، وهذا الذي نعيش عليه ونعيش له ونعيش به. نعم. فالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى تحديدا أعتقد بإذن الله تعالى أنه في القريب العاجل ستوحد جراحة العرب من الماء إلى الماء، فهي قضيتنا الأم، كانت ولا زالت وستكون. ظالمة أو مظلومة، ما الفكرة من هذا الشعار من باب التوضيح لعموم من يتابعوننا؟ انصروا فلسطين أو مع فلسطين، ظالمة أو مظلومة، تفضل. بالنسبة للمقولة الخالدة والأمانة التالدة التي عشنا عليها كجزائريين منذ أيام سيدي بومدين الغوث الذي أسس أو الذي بنى حارة المغاربة في أيام صلاح الدين الأيوبي، نحن بقضية فلسطين ظالمة أو مظلومة. أما هذه المقولة التاريخية نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، قالها الزعيم الراحل هواري بومدين رحمة الله عليه في بداية سبعينيات القرن الماضي. نعم، خذنا إلى أولى القصائد يا ناصر، سنرى ماذا ستقرأ علينا مفتتحا في هذه الحلقة المتميزة من بيت القصيد، أو نريدها متميزة بك، تفضل. إن شاء الله، شكرا جزيلا. تفضل. بالنسبة لي قصائدي، أول قصيدة أجمع فيها جراحات فلسطين وجراحات حلب، وحين نقول حلب نقول سوريا والشام. نعم. هذه القصيدة إن شاء الله كتبتها قبل حوالي 3 أعوام، وهي موجودة في مجموعتي الثانية موسم الحناء. تفضل. نعم، إلى القصيدة. نبدأها إن شاء الله بقصيدة النثر ثم نختمها بالموزون المقفى في نفس القصيدة. تفضل. أقول: طفلة صغيرة من تحت الركام تقول: يا عم لا تصورني أنا بدون حجاب، لا تصورني لست في زي الورود، وصبية تريد الموت لأن الخبز لم يعد موجود، وطفل يريد أن يلقى الله ليخبره فعلة الوجود، وآخر ينتظر دوره، وذياك في حلب فلنبارك لأمه المولود. أحد هل يوجد أحد أنا من أبناء أحد، أحد اسمعني فقط واترك المدد، هل أنت حي
أم تدعي الزهد أحد كلنا في كبد لا تبتعد الليل أبيض الصباح أسود الوجوه غرابيب والدماء كالجدد أحد اسمع ولا ترد أحد لا يوجد أحد كلهم كانوا هنا وكان الرشد كلهم صار حجر بعد كد وأمد كلهم صار هدوءا مقابر مزامير تنفرد كلهم يدعي الحق وطني ومجاهد ومجتهد لكنهم مزامير وأغان وقود تاه بينهم الصغير والضمير والبلد أرض الشآم شيم لا يحصر لها أثر ولا يحصى عدد حسناء الزمان نجلاء المكان نغصوها شماء البيان شهباء المباني أخرصوها فرعاء الحضارة عفراء الحيارة قصوها جهراء النادي شجراء الوادي لم يحرصوها الصحصح العالية الصردح الغالية أخرصوها أفسد القدود أنطق الوقود أسكت العود وغاب النشيد وغاب العمار وغاب الفخار وزال الكبار وزاد العبيد حليب حليب طبيب طبيب قاصر مغصوبة وتائب أكذوبة محصن رطن وواطن وهن صبية عجوز مهتوكة مسلوبة بلاد الفنون فتنة البلاد زينة العيون أيامها عصيبة. إنها قطعة نثرية يعني ممتلئة بالألم، قطعة يعني ربما كانت مكتظة بنيران الوجع وحسرة الفقد، لكنك تحدثت عن فكرة كثرة العبيد في هذا النص النثري، ألا ترى أن هذا يتعارض مع مبدأ السعي وراء الحرية الذي خرج من أجله كثير من الشعوب وربما منهم أيضا شعب الجزائر في حراكه الأخير؟ والله يا أخي مصطفى، مؤخرا قضية العبيد أو قضية الاستعباد كما نحن نقول على بعضهم حين ينزل المطر في فرنسا نرفع مظلاتنا في الجزائر. نعم. وهذا ينطبق كذلك على ما يحدث في لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي الضفة وفي اليمن، لكن قضية حراك الجزائر حقيقة وحد 45 مليون جزائريا، وأعتقد أنه صار مضرب مثل في بداياته الأولى للكثير من الشعب الأمم والشعوب. ألا ترى أن في قولك ربما يفهم منه اصطفاف؟ نعم. ألا ترى أنه من الممكن أن يفهم قولك على أنه اصطفاف إلى جانب الجزائر؟ ويعني أنت تتحدث عن الشعوب العربية كما لو أنها قصرت مثلا، يعني سددوا وقاربوا. والله يا أخي العزيز، أنا لست أقصد أنها قصرت أو غير ذلك. الشعوب العربية أغلبها مغلوب على أمره، لأنها تخاطب مؤخرا بقوة السلاح وبالمؤسسات العسكرية، تسكت أو الدم. نعم. طيب الآن بعيدا عن النثر نريد الذهاب إلى الشعر الموزون والمقفى، ما رأيك؟ والله عندي بعضه، لكن الموزون والمقفى أنا لا أهتم به كثيرا لأنه أسمعنا منه تفضل. لك الكلمة، تفضل يا ناصر، نحن نسمعك. نعم أنا معك، تفضل. هذه عبارة عن مناجاة بعيدا عن أدب الالتزام. تفضل. إلهي والعلم فيك ما له حد، إلهي والجهل في ممدود، إلهي والهوى فيك جلل
إلهي والقلب في موهود، إلهي والدهر فيك يد، إلهي والوقت في مشهود، إلهي والخطب فيك معجزي، إلهي والضعف في ما له عود، إلهي والحرق فيك شرف، إلهي والنقص في معهود. فارحم الكسير حين الجلى، واكتب الحب يومه الموعود، وامدد الزاد في عين ضعف، واردد العبء حامله وحيد، واسعد السعداء بنشأتك حين التفاوت شقي وسعيد. أنت الخالق والروح منك، فاحفظ روحا أسقمها عربيد. هذا نشيدي وما أنت بظالمي، وما ربي بظلام إذ هم عبيد. نسألك الرضا في كل جولة، نسألك العتبى كاتبها شهيد. فإذا رضيت حين الرضا، فالحب حب والنشيد نشيد. الحب حب والنشيد نشيد، هذا النثر أيضا الذي لم يخلو من صدق المقال لقائله الذي ينطقه بكل عفوية. إلى الجزائر الآن، ولكن بطريقة مختلفة. هذا السؤال، المشهد الثقافي في الجزائر هل هو مطمئن يا ناصر الدين؟ تفضل. بالنسبة للجزائر، عام حراك يمتد على جمع طويلة، كل جمعة حراك وكل جمعة لها رقمها المقدس، ثم عام أو عام ونصف تحت نير الوباء. وبالطبع المشهد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي يكون له انعكاسه الخاص. فبالنسبة للمشهد الثقافي في هذين العامين أو الأعوام الثلاث، كان هناك بعض الاختلال، ذلك راجع لغياب المعرض الدولي صيلة العام الماضي، وهذا العام سيكون إن شاء الله موجود وبقوة، لكن فيه بعض الجهود من كتاب ومن شعراء ومن داعمي هذا المجال. نعم. في ظل هيمنة التكنولوجيا في واقعنا المعاصر الذي نعيش، هل ترى أن الجزائريين مثلا كعينة من عينات شعوبنا العربية، هل ترى أنهم يقبلون على القراءة ويحبون اقتناء الكتب، أم أن مثل هذه العادات التي يتسم بها القراء باتت تتقلص شيئا فشيئا؟ صحيح، ليس خفيا عن الجميع ان الشاب مؤخرا طار يلجأ الى البي دي اف والوورد والهاتف واللابتوب بعيدا عن الكتاب، لكن جو الكتاب يبقى له سمته الخاصه. نعم. ومناخه الخاص حين تمسك كتابا بين يديك، ولو كانت آلاف بل ملايين الكتب في الجهاز. بالنسبة للشاب الجزائري ككل الشباب العربي، لكن هناك انتعاشة مؤخرا أشهدها، أني مؤخرا حضرت الكثير من جلسات ومعارض البيع بالتوقيع، أنه هناك شباب ما شاء الله في العشرينيات والثلاثينات تجده يكتب رواية رائعة خالية من الخطأ الإملائي. نعم. ومن الخطأ الترتيبي والصرفي. إلى النثر مجددا ونص نثري جديد، تفضل. أقرأ عليكم آخر قصة كتبتها. تفضل. عنوانها حديث طفل من حلب. حديث طفل من قلق، قصة يقرأها علينا ناصر الدين بوعدي، تفضل. نعم. هذا مشهد خيالي، طفل صغير يجلس فوق ركام بيته. نعم. وأمه ميتة تحت الركام وهو لا يدري. يا الله. كانت أمي، على لسان الطفل طبعا، تفضل. كانت أمي في ليالي الصيف تجمعنا في غرفة واحدة
رغم حر المكان، حتى إذا ما قطفنا فسنموت جميعنا كي لا يحزن أحدنا على الآخر بعد ذلك. هذا منطق أمي، فما أروعها وما أورعها من سيدة ترعى قلوبنا وتحضنها بعيدا حتى عن الحزن ودفء فوهات المدافع. هي لا تريدنا أن نحزن في حياة الحب، لكنه حب تحت غيمات لم أدرس في المدرسة اسم لونها وتشكلاتها، ألوان شبيهة بخصلات شعرات جدة التي كانت تمشطها وتظفرها خفية وتحفظا، وشكلها لم أجد له تفسيرا، لكنه يذكرني بشتاء مكفهر مر في الدهر حدثنا عنه أبي، حيث جمد الشجر والحجر بل حجر العصافير في الهواء. أمي لم تقتل همتها القذائف العشرون التي دمرت بيتنا والذي أفنى فيه والدي عمره وفي تشييده بطراز حلبي بارق المشهد جاذب الأنظار لما يزيد عن 20 عاما، لكن ما قتل عزيمتها وهمتها وأضعف كاهلها تلك الرصاصة الطائشة التي اخترقت صدر أبي وأردته قتيلا ليرتقي إلى عالم من البهاء والتجلي. أمي نورسة رائعة الجناحين، رائقة الأداء، لا وقت في وقتها المنعدم في قلب الألم، بل أجمل ما بقي بين ركامات البيوت المهدمة والعمارات المترهلة في وجه الطائرات التي لا أعرف انتماءها ولا من أرسلها. سألتها ذات مساء: أمي، من صاحب هذه الطائرة؟ ولماذا تزعجنا بصوتها ودخانها وبراميلها كل ليلة؟ تجيبني بطلتي بابتسامة كغبش الفجر: هم يحبوننا يا صغيري، فأرادوا أن يؤنسوا وحشتنا بعد موت أبيك، فطلب منهم قائدهم أن يتذكرنا كل مساء ويفاجئنا بهدايا. ثم تتأرجح في قلب الدمار بعد شوشرة الطائرة لتبحث عن دمية شقيقة ميسون وتلهيها عن جوعها الغريب. بطلتي هالة نيرة تحاصر رحم الشقاء وسطوة من الإباء في درب الرجولة، لكن صرت أكرهها. هل تعلمون لماذا؟ لأنها صارت تكذب، وليس من عادتها أن تفعل ما تنهان عنه. اختبأت عني ذات ليلة تحت ركام منزل جارتنا بعد أن أخبرتني أن الطائرة عادت لتهدينا هدايا جديدة تليق بسهرتنا، وتركت ميسوم بدون طعام. فلما بحثت عنها قيل لي أنها ذهبت لتبحث لنا عن بيت صغير نجتمع فيه للبرود. أنا سأصبر على لغيابها، لكن من سيزرع هذا الصبر في قلب ميسوم؟ أنا سأصبر لك مجددا أم يا مي. أنا سأصبر، أعد، أنا سأصبر، أنا سأصبر على طول غيابها، لكن من سيزرع هذا الصبر في قلب ميسون؟ ثم يقول: سأصير لك الأب والأم يا مي. جميل هذا النص على ما فيه من وجع، إلا أن نهايته كان فيها شيء من الأمل المعجون بالألم. متخيل يعني يشتبك مع الواقع. مصطفى اعذرني في ثانيتين. تفضل. نحن كعرب نعيش الألم الذي يقطع الدواخل، يقطع السرائر قبل الظواهر، لكن هذا الأمل بإذن الله ستسبق فيه الميم اللام. نأمل أن يتحقق ذلك فنصبح ممن يتأمل لا كمن يتألمون.
أستاذ ناصر، مجددا إلى حديث فيه لربما من الاستشكالات ما فيه، هل هو زمن النثر أم زمن الشعر أم زمن الرواية؟ أم لا مانع من أن يكون خليط من كل ما ذكرت؟ والله يا أستاذي العزيز، وأنت الآن تحدثني من العراق، بلد الرافدين، بلد بيت الحكمة، بلد البحر وأبي تمام والصنعة اللفظية، بلد المتنبي أبو الحكمة. أقول لك شيء، حين المدرسة الرومانسية حين ضربت بأطنابها وتجلى بهاؤها ونورها على يد ميخائيل وإيليا ومي و كثيرون صار للخيال، كان هو صار للرمز، لكن لما ظهرت حركات التحرر واستوطن في الوطن العربي مشرقه ومغربه الاحتلال بكل تشكلاته وتفاعلاته ومجالاه وأنواعه، وحين أقول الاحتلال أقول في الانتداب والوصاية والحماية والأرض المحروقة والاستثمار، هنا في الجزائر ظهر مجموعة من الشعراء ومن الرواد ما يعرف بأدب الالتزام، الذين يقولون نحن نسخر قلمنا لترجمة واقع الوطن العربي، فقره، ألمه، جوعه، عطشه، دماؤه، أسره، وصاروا ينشدون الألم، الأمل والاستقرار والحرية، ويبحثون عن الحب والسلام بين حروفهم، فسخروا شعرهم بما فيه. نجد المقال الجميل لدى ميخائيل، والقصيدة الموزونة المقفات الرائعة لدى إيليا وغيرهم كثير. فأنا أعتقد كل ما يخدم القضايا العربية الحالية هي الآن مطلوبة رواية أو شعرا، لكن حقيقة كمبدأ رأي أنا أميل إلى النثريات أكثر، إلى الخاطرة والقصيدة الحرة، لأن هذا الأخير الميزان الشعري والدوائر الخليلية أعتقد أنها صار فيها إشكال كثير للكثير من أصحاب الأسلوب الجميل والخيال الواسع، فصار يترك أنساقه ويترك قلمه عنده خوف رد الآخر. يظل هذا رأيك، وربما يخالفك فيه كثيرون ممن يجدون أنفسهم أكثر حرية في بحور الخليل، في حين أنك وكثيرون ربما تنظرون إلى هذه البحور على أنها قفص لا فضاءات حرية مفتوحة وواسعة. مجددا إلى الجزائر يا ناصر الدين، أنتم في الجزائر وكما تقولون يعني قريبا يعني نبلغ الخامس من جويليا كما تقولونها، أو الخامس من يوليو تموز، وهو ذكرى استقلال الجزائر. حدثنا قليلا عن هذه المناسبة في وجدان الشعب الجزائري بالتحديد. بالنسبة لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر، هو عيد واستقلال كل عربي. نعم. لأن الثورة الجزائرية التي اندلعت في الفاتح من نوفمبر 1954، وكان الاستقلال اليوم الخامس من جويليا 1962، هذه السنوات السبع هي التي صنعت المعجزات كما قال الشاعر الجزائري شاعر الثورة مفدي زكريا. لكن لا ننسى أن هذا الاستقلال هو استقلال لمئة واثنان وثلاثون سنة، ولا أقول عاما، لأن السنة من ستكون أشفاء والعام يكون عام اخضرار وازدهار. فاندلعت الثورة وحققت ما انتظره الكثير من شهداء الجزائر قبل 54، كالشيخ الحداد والشيخ الأمجد ولالة فاطمة سومر والأمير عبد القادر الجزائري. صار هذا اليوم له مكانه الخاص لكل عربي ولكل مسلم وفي نفوس الجزائريين بالطبع. لكن أقول لك شيء أخي مصطفى، يقول الشهيد العقيد عميروش الجزائري، يقول هذه الكلمة قالها في بداية الخمسينيات، قال: إنني ألمس الاستقلال عن قريب، وإننا سنستقل بإذن الله تعالى، ولكن إذا نلنا الاستقلال
لن أضع بندقية من على كتفي بل سأمضي بها نحو فلسطين، فالجزائر استقلالها لن يكتمل إلا باستقلال فلسطين، أو كما قلت أخي مصطفى في بداية الحصة أن القدس وجراحاتها هي ركز المركوز لكل الأمة العربية والإسلامية. أحسنت يا ناصر الدين بوعدي ضيفنا من الجزائر. مشاهدينا الكرام، قبل أن نواصل دعونا نذهب إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة. إلى فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من الجزائر الأديب الشاب ناصر الدين بوعدي. مجددا أهلا بك ناصر، حيا الله بك، هل أنت معنا؟ وبياك ناصر، إن كنت معي أود منك الآن نصا نثريا جديدا وعساه يكون جزائريا خالصا، تفضل. بإذن الله، تفضل. هذه القصة عنوانها موسم الحراك. موسم الحراك، نعم، تفضل. هو ثورة في بؤرة الأمل ودوحة أفنانها من بابل العطاء، ترامين فيها بين أحباب وصحاب، منهم من قضى نحبه ومنه من هو صامد كقلبي على قيد النور. جزائري هي ذلك الساحل الشآمي الذي سايرت شاطئه في جيئة ودهور، أعانق الغمام وأطارد نوارسا ليست كالنوارس، أفتش فيه أدراجي القديمات وأقرأ أبراجي السخيفات، إلا الجوزاء ذلك إياك البرج الصندلي الذي تبلجت قارئته كلما وصفته في فنجانها المرصع باللاذ ورد. موسم الهجرة إلى الذات هو، فيه ارتحلت وانتصرت وفشلت وعزمت وهممت ومللت ونجحت وحمدت وشكرت، لكنني أنا لم أزل أبحث عن ذاك الصغير الغائب الموجود في داخلي، هدفي الأزلي ومقصدي الأبدي أن أنفخ فيه من حبي ليعلن عودته وليشع في داخلي صدقا وبراءة، لكنه باهظ الثمن وثمنه اعتزال الكبار ومكابرة الجميع، فمتى ذا؟ أطارحني الحب قصد الرجوع، أنافح هذا المغرور في قصد الخضوع، لكنني أنا فأضفت فيه وزدت فيه وتراجعت فيه وتقدمت فيه. عام رسمت معالمه في ريشة دافنشية فحواها غموض وغبش وإغراب، سطوة تاريخية اهتز لها القلب، قلب الوطن والزمن، فليت الحالمين فيه ما حلموا وليت الغاربين فيه ما اغترموا. فليت الحالمين فيه ما حلموا وليت الغارمين فيه ما اغترموا، بين الحلم والغرم إلى أيهما تجد نفسك تميل أو تستشعر أن القادم سيصب في مصلحة أي منهما باعتقادك؟ جميل جدا أخي مصطفى، دعني أصحح لك فقط، فليت الحالمين فيه ما حلموا
وليت الغاربين فيه ما اغتربوا. ما اغتربوا، ظننته الغرم وليست الغربة. ما بين الحلم وما بين الغربة، وفي الغربة غرم أيضا وشقاء وتعب. تفضل. صحيح صحيح طبعا. إلى أيهما ترى أن المرحلة المقبلة لاسيما في نفوس الشباب العربي، إلى أيهما تتجه؟ إلى تحقيق الحلم أم إلى مزيد من الاغتراب وركوب البحر والغياب؟ والله أصدقك أخي العزيز. تفضل. حين أسمع أن عدد المغتربين ربما قد توافقني في هذه المعلومة، أن عدد المغتربين في لبنان أكثر من أهل المنطقة، وأن فلسطين اللاجئين فيها أكثرهم، وأن سفن الموت وسفن الدم وسفن الفراق في تونس وفي المغرب بكثرة نحو أوروبا، ففي الحقيقة أنا أعتقد أنني أفضل أن نبقى في بلدنا صامدين، وألا نضيع أمانة تركها لنا شهداء وعلماء وأجداد ضحوا بالنفس والنفيس على هذا التراب. يقول هواري بمديا وبالعامية الجزائرية، يقول والله لو كان ناكل التراب الجزائر وما نخدمش بالدوفيس في فرنسا. بمعنى ترجم، بمعنى ترجم إلى المشارقة إلى العرب تراب ككل. وطني ولا أعيش في رخاء وترف في أوروبا. جميل جميل هذا المعنى. يقولون أو يتقولون عليكم أنتم في المغرب العربي ككل، هناك فئة من الناس ترى أنكم يعني بعيدون كل البعد عن ثقافة المشارقة، وربما كنتم تترفعون عنها أو تتعالون. هل هذا القول فيه مغالاة وفيه ظلم وتجنن، أم فيه من الحقيقة قدر معين؟ والله سؤال جميل جدا هذا، والأجمل من ذلك أنك قلت أنهم يقولون. تفضل. هذا الكلام الذي تقوله أخي مصطفى هو مشروع، مشروع لضم الجزائر وأكناف الجزائر للذهنية الأوروبية للعلمانية الغربية لفصل المغرب عن المشرق. نعم. فهمتني أخي مصطفى؟ وهذه الأقوال وربما الأقوال تصبح أفكار والأفكار تصبح على الميدان في المستقبل، لكن هذا خطأ تماما، وأعطيك الدليل على ذلك. تفضل. لو عدنا إلى الجزائر وفلسطين فقط، تربطنا بهم أكثر من 4 علاقات. أولا العلاقة التاريخية بين الشعوب، ثانيا العلاقة الدينية والعقدية وهي الأسمى والأرقى، ثالثا العلاقة اللغوية، رابعا الهوية والدم. ولا أخفيك أن هنا الكثير من القرى والمداشر في عكا وفي يافا وفي حيفا هم جزائريون بل مغاربة منذ فجر التاريخ. نعم، حتى أن حارة المغاربة التي عندها باب المغاربة الذي كان يدخل منه أهل المغرب، ويقال إنهم يعني الموجودون هناك الآن هم أحفاد الجند المغاربة الذين قدموا إلى القدس محررين مع صلاح الدين الأيوبي. بالنسبة لحارة المغاربة أو باب المغاربة الذي اسمه الحقيقي باب الرسول. نعم. هذا الباب أو هذه الحارة التي هي في مغرب في غربية المسجد الأقصى. صحيح. خصصها صلاح الدين الأيوبي لجيش المغاربة الذين ذهبوا من هنا من المغرب العربي الكبير مشيا على الأقدام لنصرة المسجد الأقصى وصناعة الفتح الثاني، فتح حطين بعد فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة سيدي بومدين الغوث. ولما أعجب به صلاح الدين الأيوبي قال في مذكراته، وتسمح لي على هذه الإطالة وهذا التفصيل. تفضل. قال صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه عن سيدي بومدين الجزائري التلمساني والكتيبة التي كانت معه، قال: قوم يبطشون في البر ويفتكون في البحر، يحجون عاما ويجاهدون عام. وكان سيدي بومدين الغوث قد قطعت ذراعه ولا زالت لحد الساعة هي مدفونة هناك في حارة المغاربة. لكن الذي يؤلم ويؤسف أن الملعون الأعور موشي ديان قد جرف
قرية عين كارم بالجرافات في نكسة 67. نعم، حصل ذلك بالفعل. وجعلها للكيان الصهيوني. هذه القرية قد أوقفها صلاح الدين الأيوبي للمغاربة، هي قطعة أرض تابعة للمغاربة بما فيها إيوان المغاربة وبما فيها مصحف الشيخ المصمودي الجزائري. ولما جاء حفيده الأفضل ابن حفيد صلاح الدين الأيوبي كتب وثيقة الوقف، وهي الآن موجودة في متحف في إحدى الجامعات البريطانية. في هذه الوثيقة أوقفها لحفيد سيدي بوبدين الغوث الذي هو سيدي بوبدين شعيب دفين تلمسان، يقول وإن هذه بلسان الأفضل، يقول وإن نوقف عين كارمة بمياهها وآبارها وأشجارها وسواقيها للسابلة من المغاربة، الله. فمن بدل أو غير فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه حلقة من سلسلة التاريخ الإسلامي الذي يربط الشرق بالغرب. أحسنت. قبل أن نذهب إلى نص من النثر الجميل والذي يخرج من روح يعني وفطرة نقية ندية سليمة تنتمي إلى وجه أمتها، قبل ذلك دعني أسألك سؤالا مختلفا إلى حد ما، وربما لم يسبق أن تطرقنا إلى مثل هذا الشكل من الأسئلة أمام جمهورنا. يعني لربما كثيرون لا يعرفون العلاقة التي تربط المغرب العربي الكبير بشكل عام بتاريخية وحضارة مدينة القدس بشكل خاص. على سبيل التحديد دعنا نتحدث عن فكرة مفاتيح المسجد الأقصى التي هي موجودة في المغرب العربي، وربما كانت هذه معلومة قل من يعرفها من شبابنا العربي. لك أن تطيل في هذه شرحا وتوضيحا إن كان لديك معلومات. تفضل ناصر الدين. زادك الله بفضل أخي مصطفى. بالنسبة للعلاقة، علاقتنا نحن الجزائريين، أو أنا أقول أفضل أفضل كلمة المغاربة، لأن ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، نحن اليوم في الجزائر كشعبا وأمة نعتبرها أرضا واحدة بعيدا عن القطرية أو بعيدا عن الحدود، فنحن شعب واحد وأمة واحدة. علاقتنا التاريخية بالقدس أخي مصطفى، لو نأخذ فقط علاقة الدم، علاقة الدم فقط، هناك الآلاف من الفلسطينيين يعيشون هنا في الجزائر منذ فجر التاريخ. أعطيك على والعكس صحيح طبعا، هناك جزائريون كثيرون يعيشون هناك في فلسطين. نعم. لأن لما مات الشيخ الحداد رحمة الله عليه، وهذا من عظماء المقاومة الجزائرية مثله ومثل الأمير عبد القادر، هناك من نفوا تجاه المشرق. في الجزائر قديما في بدايات الاستدمار الفرنسي، كان لما يطلب من القائد أو من الزعيم أن ينفى أو يهجر كان يختار القدس. الأمير عبد القادر لما سلم نفسه حفظا أو تجنبا للفتنة التي كادت تقوم بين العرب والمسلمين والتي أحدثتها فرنسا، قال له الجنرال الفرنسي اختر مكانا تذهب إليه، فقال أختار القدس. هذه معلومة للتاريخ وهي معلومة نادرة. فلما وضعوه ومن كانوا معه، وطبعا كانت العشرات من العائلات الجزائرية معه، لما شقوا عباب البحر أخذوه إلى فرنسا، ومن فرنسا أخذ إلى لا أدري بالضبط إلى عكا أو حيفا، وبقي فيها هناك، ثم عاش إلى أن توفاه الله في سوريا. وأنت ربما تعلم القصة التي حدثت مع الأمير عبد القادر بين المسيحيين والمسلمين العرب، والتي ذاع صيته من خلالها. فأعطيك مثال آخر كذلك، الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي. الحديث هنا عن الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي، أليس كذلك؟ دلال المغربي. دلال المغربي أم المغربي؟ هو لقبها الحقيقي دلال المغربي، وهي اشتهرت في فلسطين بلفظ ولقب المغربي، لكن أنت لديك رواية تقول أن اسمها دلال المغربي. نعم. تفضل. التي قتلت أوضح وأفصح. قتلت 70 صهيونيا. نعم.
كان لها عملية مع خلية خليل الوزير وكمال عدوان، تفضل. شكرا جزيلا. بالضبط، هذه الشهيدة الخالدة أصولها جزائرية، وهي حفيدة أحد الذين نفوا من الجزائر في نهايات القرن التاسع عشر. نعم. فهذه فعلاقتنا بالقدس علاقة الدم بالدم، علاقة الدم بالدم. نعم. الآن نريد منك نصا نثريا جديدا صديقي ناصر الدين. نعم. إلى نص من النثر الجميل. بما أن نتحدث عن فرقتين، هذه أجمع بين القضية وشبيه بالغزل من قصيدة النهر. أقول: من فلسطين هي تنثر ثورة من الجمال، وأنفاسها حرب مقدسية، حديثها بنادق صيد، وعيناها ألف أذنية، ثغرها ربيع باسم إذا استدار، ومجلسها دفء كليلة شتوية، أحلامها بألف وألفها بأف لا تحصر في حلم أو أغنية، وثورة الأحلام ثورة أوهام، كفتاة عاشت مع الآخر مؤقت الهيام، قتل فيها القلب بعد أخذ ورد وخصام، وسيدتي تكبر ببعيد البعيد، ردودها حرب وخطب وألغام، رسمتها ذات يوم في غرفتي لكن ألوان الزيت لم تحقق الوئام، لأن العتيقة غامضة الملامح، لأن العتيقة غامضة الملامح، أحزن بها الغموض أفراح الأحزان، حاولت تشكيلها مجسمة فتاه الشكل بين يدي، وتناثرت الألوان، خاطبتها فرد العم الصالح: الألوان غير الألوان، الألوان غير الألوان، القبلي والمرواني ومقدسات بنتها سواعد الجيران، الألوان غير الألوان، الجيران أي جيران، غموض في كل مكان، وغيوم الزيت تطارد سحائب الزمان، هذه سيدتي وهذا أنا، فبأيهما تصدقان، وبأي آلاء العشق تكذبان، فالحب غير الحب، حب العابرين من هنا، الحب عقد وعقيدة، والعقد حب على مر الزمان، سيدتي جزء صميم في أيامي الخاليات، وأليم جسيم إذا غاب عنا من شاركنا الذكرى الجميلة، كطيور تداعب الذارية عشقا على الجبال الراسيات، سيدتي فاتنة في كل شيء، تختال كحسناء محرمة من بعيد، قادمة كغيمة إبدون في تغاقص، تقتحم الجبال والتلال مبتسمة في ظهور، تقول: أنا هنا لأرد المكرمة، ومن أبكى الجمع لينبذن في الحطمة، أنا هنا وابني هنا، وأنا أنا ما أدراك ما أنا، أنا الصفراء الهائمة، أي قبة الصخرة. نعم. أنا الصفراء الهائمة، ترب ارتوى من الجوى، وصمود عشق والنجم إذا هوى. عشت يا ناصر الدين على عرش هذه الحلقة، تربع النثر الخالص إن صح التعبير، كان للنثر يعني كامل الحصة في هذه الحلقة. ناصر الدين، ما هي رسالتك أو أمنيتك من أجل الجزائر الذي تحب في البداية؟ رسائل عاجلة. والله
أصدقك أننا لسنا في زمن الأمنيات، نحن في نعم زمن العمل، نحن في زمن أن ننتج ونؤدي الواجب، فإن فاتتنا الأولى فلن تفوتنا الثانية. فوالله أولا أنا سعيد جدا بأن أجلس إليكم في مجلس يحسن إليه السمع ويؤدى السمت أمانية وحلمي استقرار الجزائر شعبا وحكومة، واستقرار المغرب العربي ووحدته، وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء عاجلا غير آجل، وكذلك استقرار الوطن العربي ككل، استقرار ليس فقط نعم. المغرب، ليس فقط المغرب والجزائر، وإنما العرب ككل وكل الأحرار في هذا العالم. تفضل. الله بإذن الله جل في علاه استقرار الشعب العراقي واستقرار الشعب اليمني وكل الشعوب العربية والإسلامية، وتسمح لي إن قلت عاش الإنسان في كل مكان. هذه هي رسالتنا، نسأل الله النصر القريب إن شاء الله في فلسطين، بل شكراً. والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأكناف قطاع غزة. دمت مؤتنقاً مؤتلقة أخي العزيز مصطفى، وعاشت قناة الرافدين. شكراً شكراً لك يا ناصر. شكراً ناصر الدين بوعدي الكاتب والأديب الجزائري، كنت ضيف هذه الحلقة المختلفة حقاً من بيت القصيد، لاسيما وأننا قدمنا فيها نصوصاً نثرية فيها من الفكر وفيها من الصدق والانتماء لجرح هذه الأمة ما فيها. شكراً لك ناصر الدين، وأتمنى أن تجمعنا ظروف أفضل في لقاء يكون وجهاً لوجه، وعساه أن يكون قريباً بإذن الله تعالى. شكراً لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وتجربة جديدة، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.